كبريائك هو اللي عم بخلينا بعاد، ويمكن عم بغير كل شيء يا لؤي. ما فهمت. انت مو حابب الشغل مع اخي لانك حاسس انه بده يساعدك، يعني صدق او احسان، ويمكن لو كانت المساعده من واحد تاني كانت تغيرت الامور. لا مو صحيح لؤي، انا فهمانتك منيح، وحتى لو كان تفكيرك صحيح، اخي والله منعم عليه، شو المانع انه يساعدني ويساعد خطيبي؟ نستي مزبوط، من يوم شرف اخوك السيد فايز وانا حاسس حالي عبء على عائلتكم. لزقه، بتعرفي شو يعني انه الواحد يحس حاله لزقه؟ بالعكس تماما يا لؤي، هالعرض مو بس بيفيدك انت، بيفيد كل الكتاب اللي مثلك، وانا بنصحك نصيحه تخلي كبريائك على جنب، لانه هون ما راح يفيدك. مو معقول. اوف، انا ما عاد فهمان شيء. هذا واحد مغرور مو عارفان شو بده. يا ابني ليكون عنده شيء سبب. لا يا امي لا، ما في اسباب. كل القصه انه تعود علينا ونحن على قد حالنا، وما بده يصدق انه تغيرنا. صدقيني لو اي واحد تاني عرض علي هالعرض ما قال لا، بس لاني انا اخو ساميه. صدقني يا ابني، لؤي ابن حلال، بس انت لانك مالك معاشره منيح لسه مالك عم تعرف. الو. نعم. اهلي وليد. ايه اشتريهم، مو مشكله قد ما يربحوا يربحوا. لك يا اخي كلفوا. شبنا وليد، اتفقنا تروح لعنده، ليش عم تسالني مره تانيه؟ لك يا اخي نعيم الزفت مانو حاسس فيه هلا. طيب طيب ماشي ماشي، ما في شيء، انا متضايق شوي. ما في شيء، مشكله عائليه بسيطه، ما في شيء. طيب مع السلامه. مين هاد نعيم؟ واحد في بينه وبينه شغل. ليكون نعيم. امي الله يرضى عليكي، ايمينا من الشغل، خلي الشغل علي انا وارتاحي انت. انا رايح اغير ثيابي مشان نتغدى سوا. ها هاي ساميه اساليها. قال الغدا جاهز. عيوني شو صار معي؟ ما صار شيء، انا رايحه ارتاح بغرفتي. طيب وينك؟ غيري اوعيك مشان نتغدى سوا. انا مالي جوعانه، تغدوا انتو. لا لا خليهم معك نعيم بيك، انا بكره راح ابعث لك شغيله ليصلحوا المستودع، اعطيهم اياهم وانا بعدين بكمل لهم. يا مو على عيني. لك تسلم عينك يا ابن الاصول. بالمناسبة أنا عم حس إنه عم نتعبك معنا شوي، معلش. بدك تتحمل معنا. على وليد بيك تعبك والراحة سيدي. بعدين نايم بيك بعد إذنك كمان بدي غلبك بشي تاني، في عندي كام كرتونة بضاعة بالبيت بدي تحطهم عندك هون، لأن المستودع عم ينشغل فيه هلا، وكل شي بحسابه نايم بيك. ولو يا رجال ولو. لا هيك شغلات ما لها قيمة بنوب. لا لا يا نايم بيك، أرجوك البزنس بزنس والحق حق. يلا سيدي خاطرك. لسه ما شربت القهوة. وين القهوة بابا؟ ارمالي، أنا مشغول كتير وما خرج القهوة هلا. خاطرك نايم بيك. الله معك، مع السلامة. هذا هو وليد بيك اللي حكيت لك عنه؟ بس ما شرب القهوة. قال مستعجل شوي. بابا شو صار مشان إبراهيم؟ بابا أرجوك أنا ما بدي أتجوز، أنا بدي أهتم بصحة أمي وخدمتك وما بدي شيء تاني. بس يا بنتي لا يكون مو عاجبتك خدمتي وبدك تتجوز. لا اعوذ بالله. لك يا بابا انا امنيتي بالدنيا اني اختار لك ابن الحلال اللي يسعدك، حلمي بالحياه شوفك عايشه ببيت وحدك، عندك اولاد مرضيين مثل حكايتك يديروا بالهم عليك بكبرتك. بابا بردت قهوتك. يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. ما قلتي لي امك شلونها؟ الحمد لله صارت منيحة، اليوم غسلوا لها الكلاوي، وهي أنا جيت أطبخ لك وراجع لعندها. الله يرضى عليك. أنا ماني شايفة في مشكلة عندك أو عند لؤي مع فايز، طبيعي يكون لكل شيء قوانينه، يا منرتاح مع هالقوانين ونتعايش معها يا لا. بس الدنيا من غير مصاري صعبة كتير. طيب وتقودنا هي المصاري وتكون هي الدافع لكل شيء، هذا أصعب. هلا لؤي شو بده بالضبط؟
بده يتجوز ويعيش على كيفه. اها بس صار في فرصة لسامية تعيش بشكل أفضل. يعني أنت بتتغيري مثل ما تغيرت سامية؟ أنا عم أحكي عن سامية تحديداً. كل إنسان له رغباته المختلفة عن الآخرين. بعدين سامية عندها مشاكلها المختلفة عني، ولؤي عنده مشاكله المختلفة عنك وعن فايز. بس أنا ولؤي متشابهين. أنت معجب فيه وبتحس إنك بتشبهه، بس وقت الجد ما بنعرف. يعني عندك شك بأنه المصاري ممكن تشتريني؟ هلأ بالواقع إذا بدك تتجوز لازم يكون معك مصاري، بس قديش بدك مصاري وشلون العيشة اللي بترضيك هذا هو المهم. في ناس بضل بدهم مصاري حتى وهن عم يموتوا، وقتها بيكون هذا الشيء مرض. وبعدين شو بدنا نضل عم نخطب؟ صحيح، بدي اياك ما تتغير، بدي تضل يرضيك اللقمة النظيفة والشريفة. يعني الولد المنتوف؟ لا، نقدر نعيش، بس تضل أحمد الطيب يلي رضيان فيني ورضيانة فيه وعايشين مثل ما بدنا. الأرض اللي هون وهون وهون إلنا، أرضه صارت بالنص، وفي على الطرف الرابع نهر ناشف. إيه؟ ما بعرف، عم استنى أوامرك. أرضه هاي بدي إياها بأي شكل، كيف وشلون مو مهم. ماشي؟ ماشي. قلت لي مرته مريضة مو هيك؟ نعم، وبدها عملية سريعة جدا بلندن. معناتها الطبيعي إنه يفكر ببيع الأرض أو بيت من البيوت اللي مأجرة. البيوت المأجرة ما بيقدر يبيعها لأن المستأجرين لازم يشتروها بربع قيمتها بالأول. والحوش عمليا ما بيجيب شيء، معناها ما بقي غير الأرض. أستاذ فايز ليش ما بنشتري الأرض وبنخلص؟ أولا ما بظن أنه راح يبيعها، لأنه لو بده يبيع كان باع من زمان، صح ولا لا؟ طبعا صح يا أستاذ. ثانيا نقدر ناخذها بدون حق، وهذا الشيء اللي بدي اياه منك بالضبط. استاذ فايز ممكن اعرف ليش؟ لا. طب وين المطلوب؟ فكر منيح ورد لي الجواب، وتذكر انه في معنا وقت. في شغله ثانيه ممكن تفيد كثير يا استاذ فايز. ارجيني شطارتك. في سؤال بالاول لازم يجاوب حاله. وراح اعرفه بكره لما براجع السجل العقاري. ماشي. آه يا كريمة، آه لو تعرفي شو عم يصير فيه. أنا نعيمي اللي بتعرفيني كنت ألعب بالمصاري لعب وشقلي بالسوق بإيدي على كيفي، أعجز عن علاجي. بابا أرجوك، أمي مو سامعتك. بعرف بابا بعرف، بس بدي فيش خلقي. بابا أرجوك خلصنا بقى، خلينا نمشي. حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله.
أهلين وسهلين أستاذ وليد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. صحتك. الله يخليك. صرت جاي 4-5 مرات اليوم لعندك. لا تأخذنا، كنا عند أم كريم بالمستشفى. خير خير، شو بها أم كريم؟ يا سيدي قصتنا طويلة، شرف شرف، تفضل. معليش يا حبيبي، خليك رجال، إن شاء الله بكرة بس تفوت على الجامعة وتتخرج وبتتوظف وتشتري سيارة إلك، والله بيغنيك عن المشي والتعتير إن شاء الله يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله سلامتها المدام يا نعيم بيك، والله يقيمها بالعافية يا رب. الله يسلمك وليد بيك، وربي ما يحرمنا منك. ومشان المصاري نعيم بيك، إذا ضمن الإمكانية ترى أنا تحت أمرك. ها يا سيدي، كتر الله خيرك. مرض أم كريم علاجه ببلاد برا، بده مصاري كتير، ونحن مع كل أسف سيولة بالوقت الحاضر ما في. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا لطيف، فعلا شيء فظيع. الواحد شايف مرته قدامه مريضة وبحالة خطر ومو قدران يعالجها. بس يا نعيم بيك، في عندك يعني شيء عقار، بيت، أرض تبيعها وتدبر هالموضوع مشان مرتك؟ من خير الله وخيرك موجود، بس كلها بيوت مأجرة، يعني ما في شيء بيفيد. صدقني ما بعرف كيف اجت بصماتي على هالوراق، ارجوك صدقني. راح صدق، بس كيف ممكن القاضي بالمحكمه يصدق؟ راح نترك هاي التهمه ونجي لتهمه ثانيه. تهمه ثانيه؟ اختلاس اموال عامه. يا سيد فايز، انت كنت رئيس لجنه مشتريات المؤسسه، صح؟ صح. بتاريخ 13/2/75 اشتريت 150 ألف متر قماش بسعر المتر 75 ليرة ونص، صحيح؟ صحيح. في عندي إقرار من أحد التجار بيقول فيه أنه عرض عليك المتر بسعر 65 ليرة سوري وأنت رفضت، لأنه رفض إلا يكتب السعر الحقيقي. صار هالشي ولا لا؟ لا لا، ما صار هالشي أبداً، كذابين. الإنكار ما راح يفيدك يا سيد فايز. يا سيادة المحقق، أنا مستعد واجه أي إنسان فيهم هدول ناس كذابين. لمعلوماتك، التاجر قدم لنا فواتير بتثبت إنه عرض عليك سعر المتر الواحد 65 ليرة ونفس القماش. كذابين، هاي مؤامرة. أمي أمي، شبك يا ابني، شبك يا فايز؟ خير خير يا ابني؟ ما في شيء امي. فيك شيء؟ لا لا، ما في شيء، ما في شيء، بس تعبان شوي، بدي نام. ايه قوم قوم يا ابني، قوم نام.
شوفي ما في شيء. شلون ما في شيء؟ والصريخ اللي سمعته شو بقى اخي فايز؟ اخوكي مريض، اخوك تعبان، عم تجي كوابيس. كوابيس؟ شو احمد شو نساوي؟ نجيب طبيب؟ لا لا انا رح اشوفه. لا لا اخوك قال لي بدي نام، قال لي يا امي تركيني بدي نام، اخوكم مرعوب. ابني الكبير عم صرخ مثل الولد الصغير. ابني الكبير عم تجي كوابيس. ابني الكبير عم يقول لي بدي نام يا امي. بدي نام يا امي. وبعدين بنرجع. عمار. نعم يا بي. بتروح البيت الاول والثاني. نعم. وبتقلن انك مستعد تدفع لهم فروغ قد ما بدهم، بس على شرط بدك تشوف عقود الاجار والاستئجار بعينك، فهمان؟ على راسي. يلا بسرعه تحرك. تمام منير. اول شيء بتاخذ البساتين من الشمال والجنوب، بعدين بدي هاي الحاره، كل الحاره. فريد. نعم. شو رايك بالاستاذ فايز؟ على راسي. قصدي شو انطباعك عنه؟ يلي بيأمره بنفذه على روحي. عم تفكري بلؤي ولا فايز؟ عم فكر فيهم هن الاثنين. شو اللي عم بصير يا احمد؟ فايز شبه اكيد في عنده مشكله، مو هيك؟ ولؤي شبه ليش عم يرفض كل شيء عم يقترحه فايز؟ اكيد الثاني عنده مشكله، مو هيك؟ وانت ما سالتي حالك شبك شو اللي بدك اياه؟ بلا، بدي الاثنين، واحد اخي وواحد جوزي. بس وضع اثنين ضد بعض. ليش لحتى يكونوا ضد بعض؟ الاثنين بحاجه لبعض، وانا بحاجه للاثنين، بحاجه الك وبحاجه لماما. ليش هيك الدنيا فيها شيء مجنون؟ مع انه بنقدر نساعد بعض وكل واحد يضل على وضعه. الدنيا مو مثل طفولتك يا سامية. قومي هلا، قومي روحي لعند امك، تعبانة ومتضايقة. قومي. ألو. نعم. ألو. مرحبا. أهلي. أهلي سامية، إجاني شي من المكتب المالي؟ لا، بس إجا عادي بسأل عن فايز، صار راجع ثلاث مرات. شو بده السيد عادل؟ قد جايب دراسة مناقصات بده يفرجيها لفايز. وشافوا الأستاذ فايز؟ لا، طلب مني خبره إنه ماله هون لحتى تجي. وينو عادل؟ جاي لهون؟ ماشي، شكرا. مرحبا. استاذ عادل، اهلا وسهلا.
أهلين أستاذ وليد. خلصت دراسة المناقصات؟ طبعاً خلصتها، بس حابب أورجيهم للأستاذ فايز. وليش بقى؟ يعني مشان يشرح له بعض الشغلات. يا سيد عادل، أنت مفكر أن الأستاذ فايز فاضي للشغلات التافهة هاي؟ أستاذ وليد أنا قصدي سيد عادل، علاقتك فيني أنا بالشغل مو مع الأستاذ فايز. إيه بس أنا كنت يعني ثانياً أنا رئيسك المباشر مو فايز بيك، وإذا في علاقات تانية غير الشغل مع مدير عام مؤسستنا وصاحبها فبتمارس هاي الاعتبارات ببيتكن مو هون. لو سمحت هات الدراسة. شرف. مين مفكر حاله؟ بدي افهم مين مفكر حاله. هاي شغلته. اولا لازم يعرف حدوده ويعرف مع مين عم يحكي، وثانيا ما لازم ينسى انا شو كنت لصاحب المؤسسه، وثالثا انت شاب متعلم والمفروض بتفهم، تفهم شو يعني اللياقه واصول الشغل. لسه في لك شيء عندي بالغرفه هون؟ سيد عادل، ومرة تانية يا ريت ما تيجي لهون للقسم، في مستخدم ممكن يجيب بريدكم لهون بدل التخفيق بالطلعة وبالفوتة، هذا وقت الشغل. تفضل، مع السلامة. شو استاذ فايز، غلط شيء برايك؟ ابدا بالعكس، هذا الشيء اللي بدي اياه منك بالضبط. الشغل شغل. المهم تركنا هلا من مشكله عادل وقل لي شو اللي صار معك. اكتشفت ان الارض مو باسم نعيم الصعب، الارض باسم بنته جنان. اها هيك لكان. طيب اضغط عليه بحريه. بحرية تامة. أمرك أستاذ، عن إذنك. الله معك. تفضلي. شو بدك؟ مدام خير، فايز بيك شبو. شبو اليوم الصبح طلب مني اقطف له شوية ورد من جنيني، ولما قطفتهم وجيت لعنده شفته كان مش راسه، باين عليه دايخ او موجوع. ايه ناولته الوردات وقلت له خير فايز بيك في شي؟ ما رد علي وضلوا عم يفرك بعيونه ويطلع لبعيد، باين عليه موجوع. ايه وبعدين؟ وبعدين طلع بالسيارة ومشي، بس بعد ما وقعوا الوردات على الأرض. خلاص خلاص يا بنتي، روحي روحي. على إذنك. زعجتك مو هيك؟ لا أبدا لا أبدا يا بنتي، بس أنا ما عم بعرف شو عم يصير بولادي. روحي لشغلك روحي. يلا لك ابني يلا تحرك. انت النملة ماشي، تعال هو سيك فوت كل هدول إلك ولا فيك. الله يجعل هاي الرزق. شرف سيد شرف. خليك يا رب. تفضل تفضل. ما بصير. اعوذ بالله. انا حلفنا بيك. حلفنا ما بصير. تفضل تفضل وعيد بيت. تفضل. شرف شرف شرف. البيت بيتك. شرف شرف. الله يخليك. الله يديمك يا نايم بيك. بس ما نكون ضايقناكم. لا ولو نحن بأمرك. تفضل تفضل. الله يخليك يا رب. معلش تسمح لي اتصل بزبوني مشان البضاعة يستلمها اليوم. يا سيدي التليفون وصاحب التليفون بأمرك. شرف. السلام يا أصيل.
مرحبا صالح، انا وليد. اخي من شان البضاعه مش الحال، بفضل الطيبين. انا تركت العنوان مع مديره مكتبك. ايه ايه، امتى بدكم تسلمون؟ اليوم؟ لا 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 اخي، انا ما موجود ابدا. انا تركت لك المفتاح مع نعيم بيك، بيعطيك المفتاح وبيدلك على الحوش. كيف؟ مشان المصاري؟ معقول يا رجل؟ طيب طيب، اذا مصر اعطيه لنعيم بيك وانا باخذه منه. شلون؟ هو عم تحكي هالحكي؟ تاخذ ايصال من نعيم بيك؟ هذا تاجر كبير ومهم، سمعته مثل الذهب. لا لا اخي، ما في داعي للايصالات. ايه صدقني ما في مشكله. ماشي يا اهلي، الله معك. وهلا عن اذنك نعيم بيك. وين وليد بيك؟ لسه ما قعدنا. مشغول كثير كثير يا نعيم بيك، الا اذا بدك ياني اطلب منك خدمه ثانيه. انا بكره الصبح عندي مجموعه مواعيد خانقتني لهون، والمساء جايين ضيوف مهمين كثير، بقى ما راح اقدر اطلع من البيت، وبدي اياك توصلي المصاري لعندي. ولو ايه، انا كم وليد بيك عندي، تكرم عينك بامرك. تسلم يا اصيل يا ابن الاصول، وانا المساء بتصل فيك وبقول لك وين عنوان البيت. يلا سيدي خاطرك. مع السلامه. مع السلامه سيدي، شرفت. مع السلامه. يا احمد، انا ما عم بالغ بشيء، مساله مو مساله كبرياء. بعدين ساميه هي اللي تغيرت وهي اللي ما عادت قدامي بوضعي. بس انت فيك تغير وضعك. كيف؟ مشروع فايز؟ ايه مشروع فايز مو سيء ابدا. انا ما قلت سيء. قل لي، فايز رجل تجاره ولا فكر؟ لا، رجل تجاره. طيب ليش ليورط حاله بشغله ماله فيها؟ ما بعرف. أنا بعرف. فايز بده يساعد أخته بأي شكل، وبما إني خطيبة اضطر يعمل هالمشروع معي ومن شاني. طيب وين الغلط؟ الغلط إني ماني حابب أكون حملة تقيلة على أخوك بدون أي مبرر. لؤي، أنا ما بعرف شو بدي لك، بس أنت عم تبالغ شوي. بالعكس أحمد، أنت لو كنت محلي كنت عملت نفس الشيء. بعدين يا أخي، أنا من حقي أحتج على سامي. طيب ليش؟ لأنه سامي انقلبت فؤادي تحتاني، وما عاد عجبها أي شيء من وقت إجا أخوك فايز. لوي، سامية مسكينة ما عم تعرف شو اللي عم بيصير، خاصة بعد صريخ فايز مبارح. صريخ فايز؟ إيه مبارح كنا قاعدين نحن كلياتنا، فجأة ايه سيد نعيم، هدول 120 ألف ليرة، عدهم. شو عدهم؟ نعيب شو؟ وين راحت الثقة؟ تفضل استريح لبين ما تجي القهوة. ايه أهلين وسهلين. يا أهلين سيد نعيم. مساء الخير أستاذ وليد. شو صار معك؟ خير؟ مش الحال. برافو عليك. طيب مع السلامة أنت. يلا خاطر. الو سيد نعيم، مساء الخير، كيف صحتك؟ شو صار معك؟ راح توصلهم؟ العنوان سجل عندك. ايوه نعم نعم تمام. اخي مشوار الطريق بكون عنكون. لا لا ولا يهمك، يلا خاطرك. تمام. اهلا وسهلاً الماهر. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل تشرف. لا شكرا، يعني انا مستعجل وانت بجوز تكون مشغول. اعوذ بالله. نعيم بيك شوي مشغول، شرف يا رجل. اهلا وسهلا، على الاقل مشان نتحاسب. نتحاسب؟ شو بده نتحاسب يا اخي؟ لا لا نعيم بيك، الصداقه صداقه والبزنس بزنس. وهي مصرياتك قديش هدول؟ 120 الف عدهم. لا لا، انت سيد الثقه يا نعيم بيك.
تفضل يا نعيم بيك، وهي حصتك. اه ولو ما بيصير. لا هيك بزعل، سبق قلت لك الصداقه صداقه والشغل شغل، والبضاعه تخزنت ببيتك. يا سيدي مو محرزه. لا نعيم بيك، خلينا على طول نفهم على بعضنا هيك، لسه الشغل قدامنا كتير. أهلين سامية. شو سهراني لهلا؟ مالي قدراني نام. طيب عادي عادي نحكي شوي، أنا عم بستنى تليفون. هاتي لشو؟ قولي لي شو اللي مضايقك؟ يعني ما في شي محدد، بس قلقانة شوي. متضايقة مشان خطيبك مو هيك؟ لا مو. ما في داعي تقولي أي شيء، بس بدك رأيي. الشباب كله اندفاعات عاطفية وهذا شيء طبيعي، بس الحياة شيء تاني. الحياة واقع وممارسة وتجارب ما بترحم. ولو أي ما راح يقدر يشوفك إلا سامية اللي تعرف عليها أيام زمان. سامية البنت الغلبانة اللي على قد حالها، وبس تغيرت هالصورة هي اهتزت كل عواطفه. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه لؤي بيعتبر المصاري والثروة شي تاني، مو خاضعين لشروط الإنسان، وبالتالي بيعتبر أنه الثروة خصم إله عم ينافسه عليكي. مشان هيك وقف ضدي وضد تغيراتك، وما راح يقدر أبداً يفهم المعادلة التانية. بدو سامية اللي عرفها أيام زمان. طبعاً أنا ما عم قلك هالشي مشان تتركيه، لا أبداً، بس بركي بتقدري تفهمي إنه الحياة. ألو نعم. أهلين وليد. إيه لا 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 بكرة بنحكي. طيب طيب كثير منيح، يعطيك العافية، مع السلامة. ايه اختي، ولا بدي اياكي تقومي تنامي وترتاحي. شو بابا؟ شايفك سهرانة لهلا. قلقانة عليك، وينك لهلا؟ يا ستي كنت عند وليد بيك. أما شو هالوليدات؟ أبناء أصول على المزبوط. ما رضي إلا يحسب لي نسبة من الأرباح. هجري قديش طلعت نسبتي؟ 10,000 ورقة. أنا شايف يا بابا إنه الدنيا رح ترجع تضحك لنا مثل أيام زمان، لأنه المصاري صارت تجيني هيك كيف ما كان. يا بابا المصاري ما بتجي كيف ما كان. يا بابا واحد عم بيقول لي هذا حقك لازم تاخده، بقول له لا وهنا ما بتحكي. هالوليد واحد من اثنين، يا اما حظ جاري من السماء يا اما شي واحد مجنون عم يبعزق مصرياته كيف ما كان. مرحبا استاذ وليد. اهلا. كيفك؟ اهلا 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 ابو سليم. لا تاخذني فاجاتك، بس لاني ما بقدر اشوفكم. يا اهلا وسهلا فيك يا ابو سليم. خير؟ لقيت مشروع بيطير العقل، لازم نوافق عليه انا وياك ونعرضه على فيسبوك. يا سيدي خير، هات لنشوف يا ابو سليم. ارض 300 دنم. نعم. جزء منها مزروع اشجار زيتون، فيها بئرين مي ممتازه. كويس، شو نعمل فيها يا ابو سليم؟ انت قلت الارض هي الام، هي الحاضر، هي المستقبل.
قطعة أيوة. منها نعملها مزرعة أبقار. أيوة. وقطعة معصر الزيتون. وقطعة بنعمر عليها براد لحفظ الفواكه. شو رأيك؟ أنا رأيي إنه مشروع كويس. عرضوا على فايز بيك وهو بيقول رأيه. شو بدي أقول؟ مو بدكم مشروع يفيد الناس ويربح؟ إيه ما في أحسن من هيك مشروع بيفيد ويربح. وأنا عم أقول لك يا أبو سليم بنعرضه على فايز بيك ومنشوف رأيه. أنا بدي رأيك أنت. هلا أنا رأيي شو بيعمل قدام رأي فايز بيك يا أبو سليم؟ هلا هو هيك قال لك؟ ايه هيك قال لي. على كل حال انا حاسه انه انا ولؤي خلص ما عاد في مجال. لك اختي ليش هيك عم تحكي؟ انا شايف موقفه مو غلط. هو حاسس حاله اذا دخل بماكينه فايز خلص بينتهي، بيبطل يصير لؤي. بعدين هو لساته بيحبك، مبين من عيونه من حكيه. يا اخي الحياه مو حب وعواطف وبس، بس هو ما بده يفهم. على كل حال خلينا ناجل هالموضوع هلا، فايز صار له ساعه طالع وانا تاخرت على شغلي. سلم لي على عليا. الله يسلمك. خاطرك. مع السلامة. طيب يا سيدي استمر، بس انتبه لأنه في حد إذا تجاوزتوه تنحل أزماته. اطمن أستاذ فايز، لسه بكير كتير ليصل لهذا الحد، وبكل بساطة بقول لك لا يمكن يصله إطلاقا. ماشي، لا تشيله من بالك أبدا، بس بدون ما تنسى شغلك. هات لشوف شو صار بجماعة المجنة. ما في أي شيء جديد، لكن بيكون محاميهم فهمهم إنه ما في أي جدول. والمناقصات؟ المناقصات مع احترامي لكم، ابن عمكم عادل لسه مراهق، مفكر إنه بمناقصتين ممكن نربح الدنيا كلها. وبالنسبة للأرقام، عم يكتب أرقام للمناقصات كتير غلط. ما ممكن ناخذ مناقصة واحدة لو اعتمدنا الأرقام هاي. مشان هيك علمته كيف يشتغل الأرقام ويبعث لي إياها بالبريد ومع عمشة تحديداً. وليش بالبريد؟ ممسكات يا أستاذ فايز، ممسكات، ومشان يعرف بأي مي عم يسبح. أني السامية، أني السامية. أيوة أستاذ فايز، بعد إذنك، الأنسة سامية طلعت منرفزة ومتوترة كثير. طيب ليش منرفزة ومتوترة؟ ما بعرف، شي طلعت من عندك لقيتها ملهوفة وراكدة. انتي صاحبة القرار. قراري انت بتعرفه. سامية، سامية، انا وانتي خلص عن اذنك. أنسة سامية، الأستاذ فايز قال إنه أرجوك اتركني بحالي. فايز موجود؟ إيه موجود. أنسة سامية، إذا في يعني إذا بقدر ساعد بأي شيء أنا تحت أمرك. بصدق يا سامية. خلص أنا ما عاد قدراني، ما عاد بدي إياه، ما عاد قدراني على إهاناته.
هذا قرارك النهائي؟ ايه خلاص خلاص. طيب سامية، انا اليوم بنهي الموضوع. بسمعك سيد فايز، تفضل. باختصار شديد، ما في نصيب. تفضل، هذا خاتمك. أختك سامية، أختك سامية طالق يا سيد فايز. تفضل. وهي المصاري اللي ساعدت أهلي فيهم، تفضل عدهم. ما في داعي لعدهم. أرجوك عدهم. شو هدول يا سيد فايز؟ أنا هذا المبلغ اللي أعطيتهم إياه بس. هدول مشان طيبتك وكرمك ووقفتك معهم. الطيب ماله تمن يا سيد فايز اللي عند الناس اللي المصاري هي اللي بتصنع لهم توازنهم. خليهم معك، يمكن تحسن تشتري فيهم شي واحد تسيره على هواك ويخليك تشعر بأهميتك. لك انت انسان تافه تافه، بدك تزيد كل مشاكلك النفسية وبطولاتك الفارغة عليك. أنا ولا اسمعوا، لا أنا متحملك لهلأ بالرغم من أنك ما بتسوى قرش واحد. نزل إيديك أرجوك. تعرف يا ولا أختي، كنت صرت أضامك من زمان. اوعك تخليني اشوف وشك، ها اوعك، والا بخليك تنسى اسمك. فهمت يا نكره؟ الحمد لله يا امي، هلا صرتي احسن، وكل الاطباء هيك عم يقولوا. وبعدين لك عندي خبر كثير حلو، قربت سفرتك لبرا يا أحلام. يلا تسمي لشوف، يلا كلها كم يوم ترجعي لبيتك اللي اشتاق لك. صار وقت الحبة. طلقت بنتي، اتطلقت يا فايز، بنتي اتطلقت يا فايز. يا أمي يا أمي، ليش عم تكبري الموضوع كل هالقد؟ الموضوع عادي، مو أحسن ما يضل هالمجنون يهيننا؟ والناس، الناس شو بدها تقول علينا وعلى البنت؟ يقولوا اللي بدهم يقولوه، الزواج اسمه ونصيب وما صار نصيب. شو بدهم يقولوا الناس علينا؟ شو بدهم يقولوا الناس على أختك؟ يا ستي قولوا اللي بدهم يقولوا، الزواج اسمه ونصيب وما صار نصيب. يا ابني يا ابني، اتركوا لبعضهم البعض. لك الصبي قبل ما تجي كان مو مصدق انت يتجوزوا، لحتى حضرتك اجيت. شو اللي صار؟ شو اللي جرى لحتى صار الزلمه يهيننا على الطالعه والنازله؟ شو عم تقول له؟ شو عم تعمل معه؟ كل شيء كان يصير كنتي تعرفي، عملته بمنتهى الطيبه واللطف. قلت لحالي بلكي بيرضى بلين، لدرجه صار يهيننا وراح يتطاول علي، وصبرنا عليه تحملناه وكانه حامل خاتم سليمان، وبالاخير عيب علينا. يا امي يا امي، ما عندنا غير هالبنت. لك ايه ما بيستاهل اصبعتها. محمد اتصلوا بالدكتور بسرعة.
خير دكتور؟ ان شاء الله خير. اعطوها لهذا الدواء. دكتور ما بتحتاج لرعايه صحيه اكثر من هالدواء؟ يعني هي عندها تسرع بالقلب، بس انا بفضل اشوفها طبيب اختصاصي بيكون افضل. عن اذنكم. شكرا، الله معك، مع السلامه. ليش هيك صار بامي؟ طلقت ساميه من لؤي، ولما دريت امك ما قدرت تتحمل الخبر. ساميه طلقت من لؤي؟ لك كيف تسمحوا لحالكم تتصرفوا هيك تصرف؟ كيف؟ هذا اللي صار، ومنيح اللي صار هيك. صحيح نحن غلطنا ما خبرنا امي بالاول، بس الحمد لله انتهت الامور على خير. على خير؟ هلا هذا اللي صار بتسميه خير؟ احمد ما اسمع. لا لك انت ليش هيك عم تعمل؟ كل شيء بدك اياه يبدا من عندك وينتهي من عندك، نحن ما قلنا اي راي. احمد قلت لك خلص. قلبي هوى يا أيها الحلم المسيج في فضاء من هوى، وأنا أجيئك حاملا جرحي على روحي، وبستانا من الآمال أرقه الحصار لتلم عن روحي الغبار. مساء الخير. أهلين أبو حميد. خير؟ لا ما في شيء نهائيا، بس انا جاي اقول لك مهما صار نحن منضل اصدقاء. ولا يهمك احمد، اساسا انت اجيت بوقتك لانه انا متضايق كثير وبحاجه لحد احكي معه. خد لي اعمل لك شاي. لا ما بدي اشرب شاي، اطلع لنتمشى شوي، انا متضايق كثير.